تم فتح القنطرة ديال سيدي مسعود، هذه القنطرة المعروفة والقنطرة المعلقة اللي مرت تقريبا عليها واحد المدة ديال 15 سنة وهي متوقفة. اليوم الحمد لله بجهود وتضافر جهود الجميع تم الفتح ديالها وتم إتمام الأشغال بها. هذه القنطرة هذه كتربط طريق سيدي مسعود مع طريق 3020 المؤدية لسيدي معروف. هذا الطريق هذه غادي تلعب واحد الدور كبير بتخفيف الضغط على المدارين المتواجدين في شارع مكة اللي كيجيو في المخرج ديال مدينة الدار البيضاء. الطريق ديال مكة حتى هو كيعرف إعادة التأهيل ديالو، انطلقت الأشغال تقريبا أسبوعين هذه باش انطلقت الأشغال. هذا الطريق ديال مكة اللي غتلعب حتى واحد الدور كبير لأنه ولات من المحاور الأساسية اللي كتأدي للمطار واللي كتأدي لهذا القنطرة ديال سيدي مسعود. هادو كلهم محاور اللي كيدخلوا في إطار البنية التحتية اللي كتعرفها المقاطعة ديال عين الشق خلال الدار البيضاء الرئيسي من الجهة الجنوبية، وحنا كنعرفوا على انه هذا المدخل اللي كيجي من المطار محمد الخامس الى مدخل الدار البيضاء. فتم اعاده الهيكله ديال هاد المدارين كامل اللي كاينين تمايا. كاين شوارع كبرى اللي حتى هي غتلعب واحد الدور كبير بالنسبه لتخفيف الحركه ديال السير داخل المقاطعه ديال عين الشق. فهناك شارع السماره مثلا اللي حتى هو كيربط ما بين شارع القدس وما بين شارع محمد السادس مرورا بالطريق ديال اللي كتأدي للطاح، هذا حتى هو تم الحمد لله إعادة التأهيل ديالو مؤخرا. هناك المنظر العام اللي كيربط ما بين شارع محمد السادس وطريق مكة اللي حتى هو الأشغال اليوم راه غتبدا فيه إن شاء الله قريبا لأنه الدراسات في المراحل ديالها الأخيرة. هناك شارع زاكورة اللي غادي يربط ما بين المنظر العام وحديقة العواصم قرب مقاطعة عين الشق واللي حتى هو في طور الدراسة واللي غادي يبداو الأشغال فيه إن شاء الله الأسابيع إن شاء الله المقبلة غادي يبداو الأشغال فيه. شارع الخليل كيعرف هو واحد الهيكلة ديالو الأولى، تم إعادة الترميم ديالو وإعادة التكسية ديالو من شارع جوج مارس إلى شارع محمد السادس. هناك دراسات اللي كتدار اليوم باش نعيدوا الهيكلة ديال الخط الأخضر اللي جاي على واد أم ربيع اللي كيمر من هذيك المنطقة باش نلقاو واحد الحل. وهناك مشروع كبير اللي حتى هو في طور الدراسة اللي هو المشروع ديال الأرض الخيرية سابقا اللي غادي يعرف الخروج ديال واحد المشروع جد مهم اللي هو المركب الثقافي والرياضي والاجتماعي أرض الخيرية سابقا واللي حتى هو مرتبط بشارع الخليل. هادو كلهم مشاريع كبرى اللي غادي تعيد واحد اللي غدار فيها اعاده الهيكله للبنيه التحتيه كلها ديال المقاطعه ديال عين الشق. هناك مجهودات كبيره تبذل من طرف مجلس مدينه الدار البيضاء والشركاء ديالهم. هناك مجهود كبير اللي كيبذلو السيد الولي معنا في اخراج هاد المشاريع الحيز الوجود. هناك كذلك عدد من المشاريع الكبرى اللي كتعرفها المقاطعه كالحدائق اللي احنا اليوم كنحاولوا نخرجوها في اقرب وقت باش يستفدوا منها المواطنين. فاليوم المقاطعة ديال عين الشق الحمد لله كتعرف واحد الحركة كبيرة بالنسبة للبنية التحتية ديالها، وهذا بتضافر أعضاء المكتب أعضاء المجلس وكل المساهمين معنا شركاء ديالنا في هذه المشاريع الكبرى.